الحوثيين. طبعا تداعيات مثل هذه الأحداث لا يفوت مصر قيادة وشعبا أن تتوجه بخالص التعازي للأشقاء العرب في وفاة واستشهاد بعض من جنودهم في معارك من معارك وبطولات الشرف والزود عن مستقبل وأمن الأمة العربية والإسلامية، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا وهو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد النهيان، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في الجنود الإماراتيين الذين استشهدوا اليوم دفاعا عن اليمن ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان. أكد السيسي أن الشهداء الإماراتيين ضربوا مثالا رائعا في البسالة والدفاع عن الأراضي العربية الذي يتعين أن تكون سمة مميزة للجنود العرب للدفاع عن أراضي أوطانهم وصون مقدرات الشعوب العربية. بدوره الأزهر الشريف ينعى استشهاد الجنود الإماراتيين والبحرينيين في اليمن. نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن استشهاد الجنود الإماراتية في اليمن خلال مشاركتين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل لدعم الشعب اليمني الشقيق. تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الإماراتي الشقيق وأسر الشهداء البواسل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعرب الأزهر الشريف عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضحيتها من أجل أمتها العربية والإسلامية ووقوفها إلى جانب أشقائها في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سائلا الله تعالى أن يحفظ اليمن الشقيق وأن ينعم عليه بالاستقرار. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. برحب بحضرتك دكتور عباس. أهلا وسهلا. دكتور عباس، موقف الأزهر الشريف والنعي الذي تم اليوم على لسان الدكتور أحمد الطيب في استشهاد الجنود الإماراتيين والبحرينيين، كيف تقرأ هذا الموقف من جانب الأزهر الشريف؟ يعني هذا أقل ما يجب أن يقوم به الأزهر الشريف، فهؤلاء هم شهداء العرب جميعا ونحن نتقدم بخالص العزاء لدولتي الإمارات والبحرين ولكافة الأحرار ولأمتنا العربية، ونسأل الله عز وجل أن يهدي إخواننا في اليمن إلى الخروج من هذه الأزمة ووقف نزيف الدماء العربية، فكفانا يعني ما فقدناه في اليمن وبغيرها، وأنا الأوان لكل هذه البؤر التي يتلاعب بها من الخارج ويوقع بين أهلها الأعداء والبغضاء والفتن أن تنتبه إلى ما يحيق بنا جميعا وأن نتوقف عن هذا العبث الذي نحن فيه وأن نتوحد كعرب وأن نعود إلى رشدنا وإلى سابق عهدنا لتنهض الأمة العربية جمعا. نعم دكتور عباس، يمكن موقف الأزهر واضح في العديد من المواقف السياسية، إنما النهاردة بهذا النعي الذي تقدم به الأزهر الشريف للضحايا الإماراتيين والبحرينيين في اليمن، هل الأزهر الشريف موقف من القضية اليمنية أعلن بهذا النعي؟ هو يعني موقف الأزهر واضح أنه دائما يرفض التقاتل بين الأشقاء وبين أتباع الوطن الواحد سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين، ويدعو إلى وقف هذا العبث ووقف حالة الاقتتال، ودائما هو مع السعي إلى إيجاد حلول لأنه هذه الحالات من الفوضى ومن التقاتل ومن سفك الدماء لا
تعود على وطننا العربي ولا على أمتنا الإسلامية بأي خير. وفي النهاية لابد من وجود حلول سياسية تنهي هذه الحالات المتأزمة سواء في اليمن أو في سوريا أو غيرها من الأقطار العربية. لا سبيل لإنهاء المعركة لصالح أي طرف من الأطراف مهما طالت الأزمة ومهما زادت الحالات الاقتتال والتصعيد والحظ على العنف من هنا وهناك. لابد أن نعود إلى عقلنا وإلى عرضنا وأن يفيق العقلاء وأن نتسامى فوق جراحنا وأن تعلم هذه الأمم وهذه الدول التي تقع فيها هذه المآسي أنها إن استمرت على هذا طويلا فسوف تنتهي ربما تماما من الوجود. نعم، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الملف الثاني في جولتنا الإخبارية وآخر أخبارنا في هذه الجولة الحقيقة متعلق بالمستقبل السياسي للدولة المصرية في ضوء استمرار توافد المرشحين للانتخابات البرلمانية على مراكز الترشح لليوم الرابع على التوالي، حيث ما زال مرشحو الانتخابات البرلمانية القادمة يتوافدون على مراكز الترشح لليوم الرابع على التوالي. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي عدد من تقدموا للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة منذ فتح باب الترشح وحتى الآن بلغ 3777 شخصا، بينهم 156 سيدة. وصرح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن طالبي الترشح المستقلين يمثلون الأغلبية الساحقة من بين المتقدمين للترشح، حيث بلغ عددهم 2855 مرشحا، في حين ينتمي 522 مرشحا آخرين إلى 51 حزبا. وأضاف أنه لم تتقدم حتى الآن أي قوائم للترشح في الدوائر المخصصة لذلك. معنا لمزيد من التفاصيل الأستاذ أحمد البطريق الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. أهلا بحضرتك. وكيف تابعت حتى الآن على مدار هذه الأيام الأربعة يعني استمرار تقدم الراغبين في الترشح بأوراقهم استعدادا لهذه الخطوة المهمة في تاريخ مصر؟ وطبعا زي ما حضرتك تابعت بعض التفاصيل من بينهم حتى الآن يعني الأغلبية الساحقة مستقلين ولم تتقدم أي قوائم حتى الآن. يعني هو بالتأكيد أن الأغلبية من تقدموا في الأيام الأربعة هم من سبق لهم وأن تقدموا من قبل في فترة التقدم السابقة للانتخابات الإيجابية قبل الطعن على القوانين بعدم الاستقرار. نعم. الأعداد الجديدة اللي تقدمت اليوم إن هم يعني يصلوا لحوالي 57 مرشح جديد. دول بكورة من المرشحين الجدد الذين سوف يتوافدون خلال الأيام القادمة للترشح أمام لجان الانتخابات. الغالبية العظمى من المرشحين من المستقلين. نعم. وهذا يؤكد أن هناك حرص من جانب المرشحين المستقلين على خوض هذه المعركة الانتخابية في الوقت الذي احتفت فيه بشكل غريب جدا القوائم الانتخابية حتى الآن، على الرغم من أنه كان من الواجب أن تكون قد انتهت مختلف الأحزاب من إعدادها وتشكيلها والاتفاق عليها حتى تكون هناك ليهم فرصة حقيقية للدعاية لأنفسهم في الأوساط الانتخابية. نعم. طيب أستاذ أحمد، الحقيقة يعني في نقطة عايز برضو أخذ رأي حضرتك فيها، يمكن يكون يعني من السابق لأوانه يعني استطلاع رأي حضرتك في يعني طبعا المرشحين يمكن مش احنا اللي نحكم عليهم، هيحكم عليهم الناخب من خلال الصندوق، لكن هو سؤالي لحضرتك ان صح التعبير يعني الى اي مدى حضرتك متفائل بالعملية الانتخابية وبافراز مجلس نواب يليق بمستقبل مصر الذي نتمناه؟ اعتقد ان المجلس الجديد سوف يغلب على تشكيلته المستقلين. نعم. خاصة وان الاحزاب زي ما بيتقال بلغة الكورة كده خارج الفورمة. لم تتعاطى مع مجريات الشارع السياسي ولم تندمج مع الجماهير في خلال الفترة الأخيرة الماضية،
والتي اعلن خلالها عن اجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، وتركت الامر اما لصراعات داخلية او لصراعات فيما بينها، وده بالتأكيد هيفرض مجلس غريب التشكيل. سوف تكون هناك مشكلة عند ترشيح رئيس حكومة جديد، خاصة أن الدستور بينص على أن الأكثرية أو الأغلبية من حقها أن تشكل الحكومة القادمة. ده رأي حضرتك؟ في ظل هذا الوضع وانعدام دور الأحزاب في الشارع السياسي وبالتالي في الانتخابات ونتائجها، أعتقد أن المستقلين سوف يمثلون الأغلبية. وإذا ما أرادوا أن يشكلوا جبهة وليس حزبا حتى لا يتم فصلهم من البرلمان وفقا لأحكام القانون، أعتقد أنهم سوف يتحكمون في لهم ذلك. رأي حضرتك توقعك وصل، وطبعا يعني الأيام القادمة هي التي ستجيب، وبالتأكيد يعني من سيجيب حقيقة هو الناخب بصوته في صناديق الانتخابات. بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، الأستاذ أحمد البطريق الكاتب الصحفي بالأهرام. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية في حلقة اليوم من القاهرة. بعد الفاصل نلتقي مع الدكتورة باسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية لتقييم النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس السيسي الآسيوية الأخيرة، الزيارة التي ضمت روسيا والصين وإندونيسيا وسنغافورة. بعد الفاصل نلتقي. فتح آفاق جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع قارة آسيا كانت على رأس أولويات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية الأخيرة. فخلال جولة الرئيس في آسيا تم التوقيع على عدد من المشاريع والاتفاقيات التي من شأنها تغيير خريطة الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد في مصر. فقد تم توقيع اتفاقية في سنغافورة مع كبرى الشركات لتحلية مياه البحر في منطقة محور قناة السويس لتلبية احتياجات سيناء من المياه الصالحة، باعتبار سنغافورة من أكثر الدول العالم تطورا في تحلية مياه البحر وبجودة عالية وبتكلفة أقل من مثيلاتها. وقام الرئيس أيضا بتفعيل مبادرة مع ماليزيا بإجراء تجارب لزراعة نخيل الزيت الماليزي بعد بلوغ صادراتها من الزيت 2 مليار دولار. وخلال ثاني محطاته الآسيوية في الصين تم الاتفاق على تنفيذ بعض الاتفاقيات بمجالات الطاقة الكهربائية والنقل والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والبتروكيماويات. وخلال زيارته للصين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا احتفالات الصين بانتهاء الحرب العالمية الثانية، ما يؤكد على بداية جديدة مع الصين العملاق. في شك زي ما حضراتكم تابعتم انه جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسيوية لكل من سنغافورة والصين واندونيسيا ايضا وقبل منها لروسيا، وان كانت ليها ابعاد اقتصادية مهمة، لكن ما فيش شك انه دايما الابعاد الاقتصادية بتكون محور العلاقات بين الدول وبتأثر تأثير كبير على الاوضاع السياسية والاقليمية وعلى الاوضاع الاستراتيجية في مناطق العالم المختلفة بالتأكيد. على كل حال هنحاول نتعرف اكتر من خلال هذه الوقفة الحوارية على تأثير هذه الجولة على علاقات مصر الخارجية وعلى وضعها الإقليمي والاستفادة الاقتصادية الممكنة من خلال هذه الجولة ومن خلال زيارات السيد الرئيس لهذه الدول، مع الدكتورة باسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ البنوك والاستثمار والتمويل. بنرحب بك من جديد يا دكتورة باسنت. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتورة. بداية اسمحي لي، قيمة وأهمية التوجه شرقا، توجه مصر شرقا لدول يمكن لم نتطرق إليها من قبل زي سنغافورة وإندونيسيا لتحقيق تعاون اقتصادي، بتشوفيه ازاي يا دكتورة؟
أنا بشوف حقيقة من أول ما تولى سيد الرئيس مهامه وهو مهتم قوي بتنويع العلاقات الاقتصادية، وده شيء مهم جدا في العصر اللي احنا عايشين فيه في القرن 21. العالم النهاردة أصبح كل دولة في العالم محتاجة كل الدول الأخرى، وكل دولة عندها نقطة قوة ونقطة ضعف، وكل دولة عندها مزايا وعندها احتياجات من زينا. من أول لو خدتي حضرتك الغرب، الأوروبا، أمريكا، الشرق، زي ما أنت عايز. فتنويع العلاقات مع كل دول العالم ده هم للغاية، ودي الحقيقة السيد الرئيس كان أوضحها كويس قوي، واضحة في كل تحركاته من يوم ما جه. الرحلات المكوكية دي من أهم ما يمكن. ابتديناها صحيح بالمؤتمر كمان في شرم الشيخ، لكن هو زي تقولي قواها بالزيارات في المسميه على الأرض. كل بلد من اللي زارهم السيد الرئيس في حاجات يقدروا يتعاونوا معنا فيها، تخصصاتهم وإحنا كمان عندنا مزايا بالنسبة لهم. بس المهم في كل هذه الزيارات وكل هذه الدورات الرحلات اللي هو عملها إنه تلاحق محليا، يعني أول ما يصل على تراب مصر إن شاء الله نبتدي احنا نشتغل بقى بجديه، ما نسيبش الموضوع. نتكلم مع حضرتك اكتر على كل زياره منهم، ربما على حده ولو كمدخل، سنغافوره، الصين، اندونيسيا، لكن اذا لنا يكون ده مع حضرتك بعد ما نتابع موجز باهم واخر الانباء مع الزميله لميس عبد الغني. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية بحضراتكم في الوقفة الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة حول النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس الأخيرة لدول شرق آسيا. ويسعدنا أن نجدد التحية بالدكتورة باسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ البنوك والاستثمار والتمويل. بجدد التحية بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كنا بنتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن الإمكانيات الاقتصادية المختلفة لكل دولة من الدول اللي زارها السيد الرئيس. أهم ما يميز هذه الدول كل دولة على حدة. يا خلينا نبتدي بروسيا. نتائج رحلة روسيا بانت خلاص، يعني أخذنا النهاردة سمعت أنه في قمح هناخده، في غاز هيتورد لنا على مدى 5 سنوات، في منطقة صناعية هتتفتح على المحور. ده تحركات سريعة الحقيقة، بس أتمنى بقى أن احنا في مصر كمان نبقى سرعة شوي في التنفيذ. نعم. لو خدنا سنغافورة، سنغافورة طبعا من أشهر موانئ العالم تكنولوجيا الحقيقة، يعني على مستوى عالي جدا. قد استفيد منها أيضا في أسلوب إدارة الموانئ، في تحلية مياه البحر إذا حبي عايزين نزرع، في إن إحنا إزاي نقدر نعمل مناطق لوجستية، لأن ده الحقيقة مينا متقدم جدا جدا، عندهم مواني متقدمة قوي. صحيح جايز ما نقدرش نعمل بنفس المستوى لأنه قد يحتاج أموال طائلة، لكن من ناحية أخرى الخبرة مهمة قوي، وبرضو اتمدت اتفاقية هناك، وأعتقد أن سيادة الفريق ماميش كان هناك ومضى اتفاقية للتعاون ما بين ماليزيا وإحنا سنغافورة عفوا. نعم. كل بلد اتكلموا كمان في ماليزيا على التمويل متناهي الصغر والصغير. سنغافورة يا فندم. ولا وماليزيا عفوا وسنغافورة والصين الاثنين والصين. نعم. شوفي حضرتك كل بلد هتلاقي حاجة تقدري تستفيدي منها معهم، ولذلك أنا بدأت الكلام وقلت لحضرتك مهم قوي أنك تطوري علاقاتك بالدنيا كلها، والسيد الرئيس كان واضح قال لك أنا مستعد أتعاون مع كافة الدول الصديقة، ما استثناش حد. كل دولة، لأنك لو ركزتي مع دولة أو اثنين مش هتقدري تجيبي إمكانيات كبيرة. أنا شايفة أن إحنا بنعيد بناء مصر، عشان تعيدي بناء مصر أنت عايزة دول العالم كلها تساعدك. مش تساعدك يعني تدينا معونات، لا، تساعدنا ان احنا نشتغل مع بعض، سواء في اتفاقيات صناعيه تجاريه. عاوزين، انا مهتمه قوي حقيقه بموضوعين، موضوع الزراعه وصيد الاسماك والمزارع السمكيه وما يقام عليهم من صناعات. دي موضوعات تغير من شكل مصر. محتاج قوي ان احنا نتعاون مع الصين ايضا في وسائل النقل، اذا كانت قطارات، اذا كان نقل نهري، اذا كان نقل بحري. يعني كل بلد من دول قطعت شوط طويل. احنا من يعني حظنا كويس ان احنا جينا في ظروف نقدر النهارده باذن الله نتعاون مع الدول دي، بحيث ان احنا نحب نطور مصر نطورها على التوازي. يعني احنا ما عندناش وقت الحقيقه ان نعمل مشروع ونستنى ونشوف نتيجته مشروع لا، احنا عاوزين نتحرك في كل القطاعات على التوازي. وفي تمويل يكفي الشغل على التوازي؟ عمر التمويل ما هو مشكله، انا دايما اقول كده وناس كتيره تندهش. التمويل له مليون طريقه.
يعني حتى احنا كنا في البنوك نسميه يقول لك التمويل ده تفصيل زي الترزي ما بيفصل، مش حاجه واحده اللي يتنفذ هنا يتنفذ هنا، لا. وبعدين اتمضت اتفاقيه، انا شفت برضو رئيس مجلس اداره البنك الاهلي بيملي اتفاقيه ب 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. يعني الانشطه دي كلها، بس انا بكرر ان احنا هنا بقى جوه مصر انا عايز اسال حضرتك فعلا عن عن المعوقات اللي ممكن حضرتك تكون شايفه ازاي يعني نحلها او نواجهها. لكن قبل ده يعني حابب ان انا يعني اعرف من حضرتك تاكيد او رؤيه عن فكره انه هذه الجوله لم تاتي فيها الامور يعني من قبيل الصدفه، يعني الامور واضح انها ممكن يكون في استفاده متبادله ومشتركه لمصر من خبرات زي سنغافوره في ميناء او في تجربه الموانئ زي ما اشرت حضرتك، من الصين في امر اخر. لكن هل من الممكن النظر لفكره انه هناك تقارب مصري روسي صيني اكثر وليس على حساب علاقات اخرى؟ يعني هناك تاكيد طيله الوقت بانه ليس معنى انه المزيد من العلاقات المصريه في جانب عداء في جانب اخر. السيد الرئيس واضح التعاون مع كافه الدول الصديقه. وبعدين انا بخشى ان ناس فعلا يعني طبعا مش كل الناس بتبقى فاهمه الامور بوضوح، لان مش كل الناس متخصصه. صحيح. مش معنى ان احنا بنروح الشرق ان احنا هنقطع الغرب، لا، احنا هيبقى عندنا علاقات مع العالم كله. العالم كله محتاج بعضه. حضرتك التكنولوجيا رفعت الحدود، ما بقاش في حدود. اللي بيحصل في الصين، يعني شوفي مشاكل الصين قلبت الكره الارضيه، مشاكل اوروبا الاقتصاديه عملت مشاكل لنا، مشاكلنا عامله مشاكل لاوروبا، وشوف حتى اخرها مشاكل المهاجرين. اي حاجه بتحصل في اي مكان في العالم بتاثر على الكره الارضيه كلها، ودي لازم الناس كلها تبقى فاهماها. احنا مش رايحين شرقا عشان نخاصم الغرب، لا، احنا كل دوله صديقه تستطيع انها تتعاون معانا بتكنولوجيا بتمويل. يعني حضرتك بتقولي التمويل، التمويل ده بالنسبه لبعض الدول حاجه بسيطه قوي قوي. ومثلا في الزراعه احنا عاوزين نزرع مثلا، دلوقتي بنتكلم عن 1.5 مليون فدان، لكن احنا عاوزين 4 مليون. عاوزين نشوف ازاي نحلي مياه البحر، عاوزين نشوف ازاي نصطاد ونصنع. يعني في مجالات للشغل لا نهايه لها، فما يكفيش انك تاخدي لا شرقا ولا غربا. طب دكتوره باسانتي، يمكن حجم التبادل التجاري بين مصر وبين الدول اللي الرئيس زارها، على سبيل المثال روسيا مثلا، هو 5.48 مليار دولار سنويا، ده وفق عام 2014. الواقع الفعلي ان الصادرات الروسية لمصر 4.9 مليار دولار، ومصر بتصدر لروسيا ما قيمته 540 مليون دولار فقط. نفس الامر بالنسبة للصين، 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، منهم 9 مليار صادرات صينية لمصر و2 مليار صادرات مصرية. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من علاقات ربما تكون مصر مفيدة للدول دي أكتر من فايدة الدول دي لمصر؟ شوفي حضرتك، أنت فتحتي موضوع حساس قوي. الموضوع ده ملوش علاقة فقط بننتج إيه وبينتجوا إيه، ده له علاقة بالسياسة النقدية. الصين خفضت عملتها 3 مرات الشهر اللي فات. كل ما هتخفضي عملتك كل ما سلعك هتبقى اكثر جاذبيه ورخصا. يعني هيخش زي شوفي كان ميزان لصالحهم قد ايه؟ نعم. سلعهم رخيص. بالتخفيض ده كمان هتبقى ارخص. فانت لازم تشوفي موضوع السياسه النقديه عاوزه تعملي ايه؟ عاوزه تفضلي كده بالجنيه بالقوه دي، ولا عايزه تشوفي سياسه نقديه اخرى؟ طب ما هو ده بيثير مخاوف عند الناس ان الجنيه قيمته بتقل، دي تعتبر بالنسبه لرجل الشارع العادي ان دي حاجه مش كويسه، دلاله على الاقتصاد اضعف. يعني الناس ممكن ما تفهمش قوي فكرة ان العملة الدولة ممكن تلجأ الى تخفيضها علشان تكون اكتر تنافسية في اسواق ما. وانت بتخفضي العملة تخلي بالك، انت الحكومات لازم تحمي البسطاء والطبقة المتوسطة. الدعم يروح للناس دي، لكن ما يروحش الكل، ما يروحش للعملة. اذا دعمتي العملة انت بتدعمي اغلى سلعة زي ابسط سلعة. يعني هم الدول بتخفض عملتها ليه؟ وبعدين انا بتوقع وبقول لحضرتك نتيجه اللي عملته الصين، بتوقع ان الولايات المتحده الامريكيه قبل اخر السنه هترفع سعر الفايده على الدولار، وده هيعمل مشاكل كبيره قوي للعالم كله. فمساله حرب العملات ده موضوع من اخطر ما يمكن. انت سوقك غرقان بسلع لانها رخيصه بس، مش اكتر من كده. مصانع عماله بتقفل، يعني السيد وزير التجاره والصناعه لما منع في رمضان استيراد الفوانيس اشتغلت صناعه الفوانيس في مصر. نعم.
شفتي بقى ازاي؟ طب ما احنا كنا بنروح نجيب الفوانيس بالسين ليه من اخر الدنيا؟ ارخص. شفتي بقى ازاي؟ لكن الصناع عندنا درجه اولى، لما حميتيهم ابدعوا. بس الحمايه ما تجيش كده، ما تقدريش تمنعي دخول الحاجات طول الوقت، لكن تقدري تتحركي على السياسه النقديه. بس وانت بتعمليها تحمي البسطاء وتحمي الطبقه المتوسطه، يعني السلع اللي تيجي من بره اللي تخش للطبقه البسيطه والمتوسطه الحكومه تدعمها وتعمل عليها رقابه. لكن ما تدعميش السيارات الفارهه والسلع الرفاهيه لا. يعني نتوقع في التعاملات الاقتصاديه ما بين مصر وما بين الصين او مصر وروسيا ان يتم ايه من اجراءات علشان ضمان ان حجم التبادل التجاري يكون فيه قدر من التوازن، يعني ما يبقاش في صالح دوله على حساب. لا انا مش هخص الصين وروسيا، انا هحط سياسه نقديه تحميني. سياسه نقديه تشجع الاستثمار، تشجع السياحه، تشجع التصدير، وتحمي الصناعه عندي. يعني هي المشكله كلها في السياسه النقديه طبعاً. يا دكتور طبعا دي مشكله اساسيه. وبعدين بقى في الرقابه على الاسواق، يعني انا ما اقدرش اقول حتى لو السياسه النقديه غيرنا شويه برضه لو ما عملتيش رقابه دقيقه على الاسواق مش هتوصلي لحاجه. بس انا شايف الحكومه عامله نشاط جامد قوي. انت شفتي في الفتره الاخرانيه حضرتك مسكوا اكل فاسد كثير، بيعملوا رقابه على الاسواق، ابتدينا نتحرك. لو البلد اتحركت كلها، احنا بلد كبيره نقدر في فتره وجيزه الحقيقه نقدر الشعب يحس بالتغيير. طيب. بس هي عايزه التحرك على كافه المستويات، مش على مستوى رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه بس. نعم. الكلام اللي حضرتك بتشير اليه يا دكتوره بسنت كلام مهم جدا وكلام علمي طبعا دقيق وله يعني اصله العلمي، لكن ربما يعني البعض فعلا يرى انه الحديث فقط عن تخفيض قيمه العمله او عن سياسه نقديه جديده وحده لا يكفي. لا ما يكفيش طبعا. لازم رقابه على الاسواق طبعًا. لا اضافه لده، هل معدل الانتاج، هل الاضافه للناتج القومي الاجمالي من طاقات وإنتاج وعمل هو الذي يمكن أن يساعد بصورة أكبر في تصحيح الميزان التجاري المصري مع دول مثل روسيا والصين كما أشارت غادة؟ لا حضرتك مع كامل احترامي، أنا أنتج إزاي وأنا كل ما أطلع سلعة أبص ألاقي في السوق سلعة جاية من بره نص سعرها؟ طب أنا هبيع إزاي؟ هبيع إزاي؟ ده موضوع مش بسيط حضرتك، ده موضوع مش بسيط. لازم تحمي بلدك. لا أولا لازم تحمي الزراعة، الزراعة دي العمود الفقري بتاع مصر وعمود فقري بتاع كل الدول الزراعيه زي فرنسا وامريكا وكندا واستراليا. دي مش بدعه انك تحمي الزراعه، امريكا بتدعم الزراعيين. لازم تحمي يا دكتوره بسنت، يعني زي ما حضرتك لسه بتقولي المجالات المتعلقه بالزراعه بالانتاج الزراعي طبعا. بالانتاج الغذائي ربما ديت ممكن تحقق نوع من انواع الوفره والطفره في الاقتصاد، بس زحمتها ده صحيح. هتحميها ازاي لو دخلت حاجات من الخارج ارخص بكتير؟ طب وازرع ازاي؟ معظم السلع المستورده بعيده نسبيا خاصه من الصين وروسيا عن مجال الزراعه باستثناء القمح وبعض المنتجات الاخرى من الصين، الباقي زي ما حضرتك عارفه سلع صناعيه. يعني هقفل الصناعه حضرتك؟ لا انا اقصد انه المجال اللي ممكن يكون افق المجال الزراعي بالنسبه لنهضه الاقتصاد المصري من هذا الزراعه الجانب. عمود فقري. وبس لما بقول زراعه لا اقصد زراعه فقط، انا اقصد زراعه وما يصنع عليها. يعني انا نفسي حاجه تتعمل لفتره محدده بس لغايه ما نقدر نعمل احتياطي كافي، ان انا ما اديش موافقات لصناعات تقوم جديده معتمده على مواد خام مستورده لغايه ما يبقى عندي احتياط يكفي ان البنك المركزي يقدر يفرض سطوته على السوق. لكن احتياطي البنك المركزي مش سامح له انه يعمل التوازن اللي هو قادر عليه، وده مش ذنبه. ده الاحتياطي ده فضل ينزل من اول ما الثوره قامت كل شهر يطلعنا المحافظ الاسبق او السابق يقول لنا الاحتياطي نزل 2 مليار 2 مليار، طب وبعدين ما خلص. فالنهارده انا باحتياطي متواضع زي ده ما اقدرش احمي الصناعه الوطنيه، وما اقدرش اسرح العمال، وما اقدرش اقفل المصانع. وذاك حقيقي لما بتقولي لي السياسه النقديه، لا ده موضوع مش بسيط، لكن في نفس الوقت مش صعب. طب وعن ضخ هذه الدول الاستثمارات في مصر بتشوفي ازاي يا دكتوره بس؟ بصي حضرتك انا شفت مؤتمر شرم الشيخ، العالم كله بيقول لك انا عاوز اجي عندك، انا عاوز. بس العالم كله عشان يجي عندك هو كمان عايز شويه شروط، مش شروط، مش عايزه اقول لفظ شروط، يعني عايز شويه تظبيط عندك، عايز سياسه نقديه. هو اللي بيفرضه ولا لا؟ ما حدش بيفرض على حد، انا جاي اشتغل عند حضرتك. عاوزه افهم السياسه النقديه هتمشي ازاي، السياسه الماليه هتمشي ازاي، هتعملي ايه في الاستقرار الاجتماعي، هتعملي ايه في مثلا البرلمان اهو الحمد لله هنخلص منه، شويه حاجات كده اللي بيسميه مناخ الاستثمار.
لكن أنا شفت مؤتمر الكرة الأرضية من أكبر دولة لأصغر دولة قالت لك أنا عاوز أجيلك. نعم. بس حضرتك بدأت حديثك يا دكتورة بسان ببس. قلتي في البداية نأخذ المسائل بجدية أكتر وبسرعة أكتر، يعني في سبيل حل معوقات الاستثمار في مصر. بسرعة حضرتك، الدنيا ما تستحملش. حضرتك بتتحدثي عن إجراءات، حضرتك بتتحدثي عن قوانين تتعلق بالاستثمار، ولا فقط يعني مش عايز أكرر الحديث عن 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 السياسة النقدية؟ حضرتك كنت تقصدي السياسة النقدية. لا أنا مثلا بتكلم، بقول مثلا التشريعات لازم تبقى واضحة، التقاضي لازم يبقى واضح. مش موضوع قانون الاستثمار، مش موضوع شباك واحد. ما انت ممكن تعمل شباك واحد ووراه 34 شباك، عملنا ايه؟ الموضوع انت هتتعامل مع الناس دي ازاي؟ وبعدين مش لازم نخترع، احنا نشوف الدنيا كلها ماشيه ازاي؟ المستثمرين بيروحوا على فين؟ على المناخ المريح. صحيح احنا كمان عندنا مشاكل تانية مش بايدنا، المنطقه ملتهبه. الحمد لله ان الارهاب داخليا اصبح خلاص يعني على وشك انه ينتهي تمام، الحمد لله. يعني في اواخر مراحل يعني خلاص، لكن وهيخلص ان شاء الله ان شاء الله. لكن هي المشكله بقى انت في منطقه ملتهبه، مشاكل اللي حواليك دي هتعمل فيها ايه؟ دي برضو تعبانه مش ذنبنا. ولذلك انا بقول جوه مصر احنا مش عايزين نشتغل اكتر بكتير واسرع بكتير وعلى التوازي. نعم واضح. ما يبقاش التعب يعني. انا اللي انا شايفاه بصراحه بامانه السيد رئيس الجمهوريه في مهمه انتحاريه، والباقي كله يعني المحافظين لازم يشتغلوا اكتر من كده، المحليات لازم تشتغل اكتر من كده، رؤساء الشركات كلنا حضرتك كلنا. رساله واضحه دكتوره فسان فهمي الخبيره الاقتصاديه واستاذ البنوك والاستثمار والتمويل، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لك يا دكتوره فسان. ومشاهدينا الكرام مستمرون مع حضراتكم بعد فاصل قصير، تبدا وقفتنا الحواريه الثانيه لتكريم وتهنئه بطل من ابطال مصر، وكل الامال له بتحقيق ميداليه اولمبيه لمصر في الدوره القادمه ان شاء الله. تابعونا بعد الفاصل. واصل إيهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح مواليد الشرقية عام 1989 ولاعب النادي الأهلي المصري تحقيق الإنجازات ليحفر اسمه بين عظماء اللعبة الذين حققوا أرقاما قياسية في اللعبة، ووضع اسم ألعاب القوى المصرية على منصات التتويج العالمية. فقد نال إيهاب عبد الرحمن فضية رمي الرمح في بطولة العالم لألعاب القوى في بكين خلال شهر أغسطس الماضي ليمنح بلاده أول ميدالية في تاريخ المسابقة. وسجل عبد الرحمن 88.99 مترا وهو أفضل رقم له هذا الموسم، ليضمن المركز الثاني خلف الكيني جوليو سيجو الذي حقق 92.72 متر ليحرز الميدالية الذهبية. وجاء الفنلندي تيرو بيتاكاماكي في المركز الثالث وسجل 87.64 مترا. واكتفى التشيكي فيتسلاف فيسيلي بطل العالم لعام 2013 بالمركز السابع هذا العام بعدما سجل 83.13 متر. جدير بالذكر أن هذه أول ميدالية تحرزها مصر في تاريخ مسابقة رمي الرمح ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، وهي أول ميدالية عربية أيضا في النسخة الحالية من بطولة العالم في بكين. بنرحب بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام مع هذه الوقفة الحوارية الثانية. الحقيقة النهاردة بيسعدنا أن يكون معنا في استوديو من القاهرة في هذه الوقفة الحوارية بطل من أبطال مصر اللي شرفونا الحقيقة وحصل على ميدالية غالية قوي في بطولة العالم في بكين من أيام، واستقبلته مصر في مطار القاهرة يوم الثلاث الماضي بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى في بكين، وهو
الكابتن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر ونجم النهاردة حلقة من القاهرة، وأيضا بنرحب بالدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك بحضراتكم وبنحييكم وبنبارك لكم. يعني طبعا كلمة عادية جدا بنسمعها من الشارع المصري في مثل هذه المناسبات، لما حد بيرفع راس المصريين بتبقى حاجة غالية عندنا كلنا. بنبارك لكم مرة تانية وبنتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. كابتن إيهاب، خلينا نعرف مع حضرتك البداية، الرحلة بدأت ازاي، لما وصلنا اليه، ميدالية فضية في هذه البطولة من بطولات العالم، واعتقد ان من ضمن الاسباب ايضا المؤهلة للمشاركة في الاولمبياد في العام القادم في ريو دي جانيرو، مظبوط؟ لا، هو انا اتاهلت في الدور الماسي في اول السنه. تمام. رميت 83 متر رقم التاهيلي. والرقم ده هو المؤهل. الرقم مش شرط ان اعمله في بطوله عالم، اعمله في بطوله الجمهوريه، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، بس اهم حاجه كان رقم 83 متر. انما البدايه بقى بدات 2006 بالصدفه كده في مركز شباب كفر صار. كنت في ثانويه عامه، قابلني كابتن احمد كامل مدرب كفر صار. صار المنوفيه الشرقيه. الشرقيه. قابلني الكابتن احمد كامل مدرب مركز شباب كفر صار، وهو موجه في التربيه والتعليم. فقال لي قال لي انت مش محتاج درجات التفوق راضي. قلت له اه طبعا محتاجها وكده. فقال لي طب تعالى لو كسبت تاخد 4%. فبدات واحده واحده، ربنا كرمني، عملت اول جمهوريه مدارس. بعد كده شافني كابتن محمد نجيب مدرب النادي الاهلي. بعد كده بدات اتمرن معاه واحده واحده لعند ما ربنا كرمني 2008، عملت ثاني عالم ناشئين تحت 20 سنه. بعد كده جيت 2011 وقفت الرياضه. بعد كده قابلت دكتور وليد في 2011، فقعد معايا قال لي في وكده اللي حصل. فقلت له والله انا في مشاكل 1 2 3. فقال لي خلاص تعالى وانا اوفرك وكده. فقلت ماشي. فهو فعلا سنة معايا وفر لي كل حاجه، وبدانا نشتغل مع بعض. جه هو دكتور وليد جه رئيس مجلس اداره في الاتحاد الجديد بعد دوره العاب الاولمبيه. فقعد معانا اجتمع معانا، ويا جماعه انتم محتاجين ايه؟ قلت له محتاجين كذا. حطينا خطه، جبت المدرب بتاعي وقعدنا مع الدكتور وليد كلنا، انا وحسن عبد الجواد، مصطفى الجمل، ياسر فتحي وقتها، كلنا عملنا الخطه وماشيين عليها لعند دلوقتي. يعني جميل، بالتوفيق. حققت 88 متر و99 سم بالظبط. وانت رقمك الاقصى على حسب ما قلت لي 89 متر و21 سم. ده رقمي يعني. هو فرق 22 سم بالظبط. بالظبط. طيب انا بس عايز اعرف اللي سبقك بقى وخد الميداليه الذهبيه فرق قد ايه؟ لا، فرق 3 متر. 3 متر، بتوفيق ان شاء الله تكسرهم قريب ان شاء الله. ربنا يسهل. طب دكتور وليد، يعني مبروك الاول الفوز بالميداليه، لكن عايز اعرف من حضرتك ليه دي اول ميداليه تحصل عليها مصر في بطولات العاب القوى اللي هي بطوله العالم بالشكل ده؟ ليه بقالنا سنين طويله ما خدناش ميداليه؟ لا، اولا انا ببارك للشعب المصري كله، وببارك للحكومه المصريه، وده ثمره جهد كبير جدا معمول ما بين وزاره الرياضه والاتحادات من خلال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، اللي هو سبورت وعمل دعم قوي جدا لكل الاتحادات، ومتابع بشكل قوي جدا مع كل الاتحادات، حاول يذلل العقبات لكل الاتحادات بشكل قوي جدا. فعشان كده ربنا بيكرم. النقطه الثانيه طبعا ان يعني انت بتقولي بالنسبه للعاب قوى بس، لا ده بالنسبه، انا كنت بكلم على المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه في المطار واحنا جايين. اعتقد اللي خدوا بطوله عالم كبار في اتحادين او ثلاثه، يعني اتحادين او ثلاثه اللي جابوا ميداليات عالم كبار. احنا طب ليه احنا ما عندناش صناعه النجم البطل اللي بيحصل على البطولات في المسابقات بتاعه الكبار؟ لا يعني هو دايما في بعض الاوقات اللي هي سياسه احتراق الرياضي دي في المرحله السنيه المبكره، والرياضه وعلم التدريب دوت ده علم. يعني اعتقد احنا بدانا نمشي في خطى صحيحه، وبرضو الامكانيات عليها عامل كبير جدا، والبنيه الاساسيه بتاعت المنشات اللي احنا بدانا ناخد فيها خط قوي جدا دلوقتي. وزاره الرياضه بدات بتعمل بنيه اساسيه الملاعب، والمركز الاولمبي بيتجدد، واستاد القاهره بيتجدد، ففي بنيه اساسيه في كل المحافظات. دي بتفرق جدا وبتعمل نهضه الرياضه المصريه، وهي دي اللي بتدي على المستوى البعيد بتدي ابطال ان شاء الله. يعني احنا نامل ان ما يبقاش كابتن ايهاب هو حاله فرديه في تاريخ مصر الرياضي، ان طفرات بيجي نجوم، لكن الاستمراريه، يعني في دول بنلاقيها في مثلا في العاب القوى لها باع طويل، كل سنه لها بتحصد عدد كبير من الميداليات، برضه في السباحه، في كل الالعاب. احنا ايه اللي بينقص مصر علشان يبقى عندها هذه الاليه اللي تخرج لينا ابطال في الالعاب بشكل مستمر؟ لا، ما انا بقول لحضرتك، هو السياسه اللي هي البنيه الاساسيه.
ده اللي احنا شغالين. انا شايف ان وزاره الرياضه دلوقتي وزاره الشباب والرياضه وفي بنيه اساسيه شغاله في كل المحافظات ان انت يبقى عندك بنيه اساسيه في ملاعب، فهي دي مراكز الشباب انها بتتجدد وبتعمل ملاعب في مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر. هو ده اللي بيطلع ابطال وهو ده اللي بيطلع اكتشافات من خلالها ممكن اختيار العناصر المؤهله للرياضات بعينها طبعا. بالظبط. هو احنا شاركنا في بطوله بكين الاخيره اللي بتهيألي انتهت يوم 30/8 غير كابتن ايهاب، اعتقد ان كابتن مصطفى الجمل كمان كان بيشارك في رمي المطرقه. بالظبط، كابتن مصطفى الجمل من اللعيبه المهمين جدا برضو اللي احنا الاتحاد مركز عليها، وان هو كان هيبقى زي كابتن ايهاب كده منافس ان هو يجيب ميداليه. حصلت له اصابه. هو الاصابه مش حصلت له، هي الاصابه عودته الاصابه. هو كان عنده اصابه في ركبته وكان يتعالج منها وعملنا له تاهيل وسافر بره مصر عمل تاهيل في دبي، وللاسف وهو في المعسكر في بكين عودته الاصابه تاني قبل البطوله. معانا صورته على الهواء طبعا بنحييه. مصطفى انا بحييه وهو بطل ورمى وهو المفروض ما يرميش، والدكاتره كانوا قالوا له خلاص الماتش ما ينفعش تلعب، ولكن هو تحمل على نفسه ولعب ونزل نهائي وخد سابع. عايز اقول ان احنا انجازنا كله في العاب القوى المصريه كان افضل انجاز لينا. قبل كده عمر غزالي في القرص كان سابع، فاعتقد ان انت النهارده نعمل سابع ومش واخدين بالنا منه لان كابتن ايهاب طبعا عمل فضه. فانا شايف ان دول الابطال اللي انا بشكرهم كابتن ايهاب او كابتن مصطفى، وان شاء الله معاهم كابتن حسن عبد الجواد في الفتره اللي جايه هيبقوا منافسين اقوياء في ريو ان شاء الله. في رياضه ايه كابتن حسن عبد الجواد؟ في المطرقه برضو. مطرقه يعني عندنا مطرقه وعندنا قرص بالاضافه للرمح طبعا مع كابتن ايهاب. المطرقه والرمح يعني هو دلوقتي كابتن عمر. اثنين مطرقه اثنين مطرقه واحد رمح، دول ان شاء الله احنا الاتحاد مركز عليهم بشكل قوي. ما عندناش قرص، حضرتك لسه قايل من شويه في قرص. انا بقول لك كان افضل انجاز لينا كان عمر غزالي، كابتن عمر غزالي وهو بطل دلوقتي. انا حاولت معاه انه يرجع تاني واتمنى انه يرجع تاني وبحاول معاه تاني برضو الفتره ديت، فان شاء الله خير اللي جاي لينا افضل. ويعني انا شايف ان احنا ماشيين بخطه كويسه، يعني اول انجاز في تاريخ العاب القوى المصريه ان احنا بعد 105 سنه نعمل اول ميداليه عالم كبار. عالم كبار دي يعني بتحط مصر في ترتيب في جدول الميداليات. انا شايف ان ده انجاز كبير جدا. نعم. بيرجع الفضل دوت لمجلس اداره الاتحاد، زمايلي في مجلس اداره الاتحاد اللي احنا كلنا بنعمل على يعني اتجاه واحد للنهوض باللعبه. انا شايف ان ده انجاز كبير لينا. عندنا لجان فنيه شغاله معانا، اللجنه الفنيه ولجنه المنتخبات، اللجنه الفنيه فيها ناس اساتذه محترمه جدا كلهم ذات مكانه وكلهم دكاتره محترمين، في الدكتور طارق عز الدين وفي كابتن نادي شريف وكابتن عبد المنعم عبد الله ودكتور زكي درويش، لجنه المنتخبات دكتور هشام الجيوشي، كابتن حاتم السال كان بطل عالم قبل كده. فاللي انا عايز اقوله ان احنا الاتحاد شغال بشكل مميز الحمد لله، والروح اللي بين مجلس اداره الاتحاد زمايلي في مجلس اداره الاتحاد هي اللي وصلتنا للنقطه ديت. طب احنا دلوقتي نعتبر بنجهز بطل اولمبي يعني. بالظبط. كابتن ايهاب ان شاء الله السنه الجايه باذن الله نقعد قعده زي ديت ويكون رفع راسنا مره ثانيه وثالثه ان شاء الله، ويكون قدر يجيب ميداليه اولمبيه اتمناها شخصيا ذهبيه يعني ان شاء الله. لك ربنا يوفقك. بس هو السؤال يعني اكيد زي ما لسه حضرتك كنت بتقول المسائل علميه يعني اكيد معروف فروقات الارقام قد ايه وما بين الاول والثاني والثالث في الدورات الاولمبيه قد ايه ومين الاسماء اللي مطروحه دلوقتي. فطمنا يعني من هنا للسنه الجايه هتقدر ان شاء الله تعمل حاجه. نتمنى لك طبعا كلنا التوفيق اكيد يعني. ربنا يسهل ان شاء الله. هو طبعا احنا حاطين خطه زي ما قلت لحضرتك من 4 سنين مش من النهارده، احنا بس بنبدا بنطورها بنزود الامكانيات. ان شاء الله ربنا يكرمنا، هنجتهد هنعمل اللي علينا باذن الله. التوفيق بقى بتاع ربنا، بس احنا يعني احنا بنتمرن ب يعني تمرين مستمر، مفيش راحه. اللي كان مع حضرتك في الدوره بتاع بكين يعني هل من ابطال الاولمبياد قبل كده مثلا او حاجه؟ اللي فارق 3 متر الاولمبياد السنه اللي المره اللي فاتت لندن كانت خلصانه 84 متر الاول. اللي عمل دهب كان كسبانها ب 84 متر. الله اكبر. يعني فهي الاولمبياد بتبقى يعني التوفيق من عند ربنا الاول. طبعا هي الاولمبياد طول عمرها ما بتخلصش اكتر من 84 85، انها بطولات العالم دايما بتبقى اقوى من الاولمبياد كلها. ما شاء الله يعني 89 متر ان شاء الله تجيب لنا ميداليه السنه الجايه باذن الله. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا طول ما احنا بنجتهد وماشيين على خطه اسس علميه صح، احنا مش بنبقى خايفين قوي، بس بنبقى يعني احنا عملنا اللي علينا، بس بيبقى اللي ناقص اللي هو التوفيق. ما حدش عارف التوفيق ده يبقى بتاع ربنا، ممكن اصابه تحصل ممكن حاجه تحصل. ان شاء الله ربنا يوفق في البطولات اللي جايه. طب دكتور وليد،
في مشكلة يعني قريت عنها، فكرة تجنيس اللاعبين، فكرة ان دول بتشتري اللاعب النابه المتفوق في مجاله وتديله الجنسية بتاعتها علشان يلعب بالعلم بتاعها. الى اي مدى ممكن تشكل المشكلة دي عقبة بالنسبة للاتحاد المصري لألعاب القوة، وخاصة ان احنا بقى عندنا ابطال ونجوم في هذه الرياضات؟ احنا كاتحاد مصري لعب قوه بنعاني من المشكله دي بشكل قوي جدا، وعانينا فيها الفتره اللي فاتت. عندنا حوالي 4 لعيبه اتجنسوا في قطر، واللاعبين المصريين وفي البطوله دي تحديدا كان حتى في لاعب بيلعب في البطوله ديت باسم قطر في المطرقه، وفي لعيب قبليه سبق وبرده لسه ما لعبش، وفي لعيب قبليه، في 2 4 لعيبه يعني. وللاسف الشديد طبعا ده ملف كبير يا دكتور وليد، ويعني يا ريت حضرتك تفتحه لا احنا فتحناه لا نفتحه حتى مع بعض دلوقتي وبصراحه وبجرأة اكبر، يعني اذن لي اذا كان في من غير طبعا يعني توجيه اي اتهامات بدون اي ادله، لكن هو المقصود هل ده وارد انه يتكرر مع لاعبين مصريين تاني تحديدا قطر؟ بص حضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك حاجه، الموضوع باختصار شديد، اولا احنا قبل بطوله العالم دي قبل ما نسافر الموضوع ده كان حوالي اخر موضوع اللعيب اللي هو اخر واحد معاذ بتاع القرص اللي مشي دوت، ده كان رقمه ما لعبش بطوله العالم في اوكرانيا من حوالي في شهر 7 اللي فات، وكان هرب قبلها بشهر او بشهرين، واحنا خدنا قرار بشطبه من الاتحاد هو والـ3 لعيبه اللي سبقوه قبل كده، والمدرب اللي الاتحاد شايف من وجهه نظره ان هو ليه يد في الموضوع وبيدرب احد اللعيبه من اللعيبه اللي هربوا بيدربوا هناك في قطر وهو للاسف مصري. احنا كاتحاد خدنا مجلس ضرب بشطب الـ4 لعيبه دول والمدرب دوت، لان ما ينفعش ان احنا نتوارى ونبقى شايفين ان حد ماشي غلط ونخبي عيننا، لان في جواسيس للاسف هم اول ما في لعيب بيظهر بيتم توصيل المعلومه، وتوصيل المعلومه دي بفلوس. فاللي انا عايز اقوله ان ما كانش اللاعب عنده ولاء لبلده وحب لبلده مش مشكله يمشي، مصر ولاده ومصر مليانه لعيبه، وطول ما في بطل زي ايهاب عبد الرحمن او زي مصطفى جمال ما يفرقش معانا اللعيبه ديت. هو دكتور وليد يعني اللاعب اللي لعب مره في بطوله العالم بعلم دوله يعني ممثل لدوله ما ينفعش يلعب باسم دوله اخرى في بطوله اخرى مش كده ولا لا؟ هو احنا عندنا لائحه، كل اتحاد دولي ليه لائحه، احنا لائحه اتحاد دولي، واعتقد كل اتحاد دوليه كده جمعيه عموميه بتاعت اتحاد دولي ما بتقر حاجه. انت اللعيب لو لعب لك، لو لعب مثلا لمصر ولعب ماتش دولي وحب قال لك انا ماشي، خد جواز سفر كده وخارج من المطار وقال لك انا رايح اتجنس، انت مالكش حاجه ان انت تمنعه من السفر، مفيش حاجه قانون تمنع ان انت تمنعه من السفر، فممكن يطلع ويروح، واقصى حاجه ان هو يتوقف تقريبا من 2 لـ3 سنين طالما لعب باسم الدوله اللي هي مصر مثلا، ويقعد 2 أو 3 سنين ما يلعبش وبعدين يلعب باسم الدوله الجديده اللي هو راح لها. ده احنا اللعيبه اللي مشيت دي احنا معاذ دوت اتحلله منشطات ومسجل باسم مصر، لانه اتحلله منشطات لما عمل رقم افريقي فتحلله، فهو مظبوط ان هو لعب باسم مصر في الواده اللي هي تبع الاتحاد الدولي، واحنا خدنا اجراءاتنا بشطبه وارسلنا للاتحاد الدولي بنطالب ان هو بايقافه وشطبه يقعد له 2 3 سنين وبعدين بيلعب. فانا بقول لحضرتك لو ما كانش في ولاء للاعب ما فيش مشكله، اللعيب دوت اللي راح واتجنس ولعب في المطرقه مع مصطفى الجمل بيشاور على علم قطر وهو اساسا طالع من الارض ديت وخيرها عليه، فان ما كانش اللعيب ده عنده ولاء لبلده والصرف. وانا عايز اخد من كلام حضرتك وارجع تاني للكابتن ايهاب، طبعا مفهوم يا كابتن ايهاب انه الوطنيه والانتماء للوطن مسائل يعني لا تباع ولا تشترى، او بمعنى انا عايز اقطعك في حاجه معلش يعني اسمح لي، اللعيب اللي شاور كده بعلم دوله ثانيه هو راح يتجنس فيها عشان خد فلوس، واللعيب اللي ثاني يوم في البطوله، الكلام ده كان في المطرقه، ثاني يوم في البطوله كابتن ايهاب عبد الرحمن لما شاور بقى على علم مصر وده بياخد كام وراح فين وده بياخد كام وموجود في مصر وبيحب بلده، ده رساله حضرتك واصله. فارجو ان الدوله، انا بشكرك ان حضرتك اكدت على المعنى ده، ارجو ان الدوله. والحقيقه كنت لسه اسال الكابتن ايهاب في نفس المعنى. طبعا يعني فكره انه انا يعني يبقى ولائي ان صح التعبير، انا عايز اقول بيحاولوا مع ايهاب. ده واضح يعني ده واضح، واسمح لي، والموضوع مغلق عنده يعني بجسمه فيه حركه من الحركات الرافضه للفكره ديت مجرد خالص سمعتها. خالص اطمن، وانا مع اطمئناني اللي حضرتك يعني بتؤكده وبحييك عليه، لكن كمان حابب انه كابتن ايهاب يتكلم اكتر عن انه صناعه البطل الاولمبي مساله مكلفه بمعنى ادق، اكيد واجهتك مشاكل وعقبات تأمين مستقبل، وضروري كمان الدكتور وليد يكون ساعدك في حلها، لكن كمان مستقبلا انت ممكن تكون محتاج ايه بمعنى ادق علشان خاطر ترفع راس مصر.
حضرتك اول حاجه عشان تستعد للاولمبيات وكده فعلا مكلفه جدا، بس الاهم من كده انك انت يكون في خطه ان انت ماشي عليها. انت لو بتستعد، لو في امكانيات كتير مفيش خطه انت مش هتعرف تعمل حاجه، تمام؟ فاحنا الميزه اللي عندنا ان احنا حاطين خطه. الامكانيات دلوقتي الوزاره عندنا الباشمهندس عندنا مخلي كل حاجه، اي حاجه طالبينها بتبقى موجوده، ما بنفكرش يعني. الوزير بالدكتور وليد بالتليفون بيخلص اي حاجه. بنحاول نجيب ادوات من بره، بنحاول نخلي الامكانيات هنا اكتر واكتر عشان ما نحاولش ان احنا نبقى مضطرين ان احنا نسافر كتير قوي بره، يبقى هنا معظم الوقت معسكرات في مصر هنا، فدي حاجه كويسه. فمتطلبات السنه الجايه وابعد كده بصراحه ما فيش اي متطلبات، كل حاجه احنا محتاجينها موجوده. يعني اديني امثله، يعني الرمح مثلا اللي انت بتتدرب عليه دوت ممكن يكون سعره قد ايه؟ هو سعره بيعدي ال 10,000 ل 11,000 جنيه عشان بس تشتريه، انما يجي جمارك وكده مع ممكن يعدي اكتر يعني. طب يعني كابتن ايهاب، فكره ان يعرض عليك انك تلعب باسم دوله ثانيه وان انت ترفض ده رغم ان ممكن تكون الاغراءات الماليه تكون ضخمه جدا لان انت تلعب لدوله اخرى، ايه اللي ممكن يخليك تتمسك بان انت تلعب في مصر وباسم مصر وكده، وفي حين ان في اخرين اختاروا ان هم الفلوس وسكه اسهل ان هو هياخد فلوس اكتر او كده؟ ليه رفضت يا غدا؟ وخلي بالك يعني مع كل التقدير والاحترام ليك وطبعا للدكتور وليد، الكلام اللي هتقوله دلوقتي انا اتوقع ان هو هياثر في جيل، يعني اتزرعت فيه انه القيمه الماديه للاسف الشديد بقول ده اعلى من اي حاجه، فالكلام اللي حضرتك هتقوله دلوقتي ربما يصحح فكرته ويخليه يتمسك بفكره اغلى من كل الفلوس. بص حضرتك، وانا بشبه موضوع التجنيس ده زي ما حتى انا كنت انا ودكتور وليد بنتكلم فيها لما سالني، بشبهها بموضوع واحد والده والدته على قدهم وواحد تاني ما بيخلفش وعنده فلوس كتير، هل انا ينفع اسيب والدي والدتي واروح للي ما بيخلفش؟ فطبعا لازم افضل والدي والدتي اساعدهم، احاول على قد ما انا قادر ان انا يعني اخليهم كويسين، هم على قد ما هم عندهم بيدوني، فما ينفعش انا اطلب منهم اكتر واكتر، انا اخد واحاول ان انا اجتهد واعمل اللي عليا. بس هو ده التشبيه. طب مصر ادتك ايه بقى يا كابتن ايهاب؟ كفايه ان هي ادتني ان انا مصري، يعني ده اهم حاجه يعني. الله، اهم حاجه. كل التمنيات ليك طبعا بالتوفيق، وبعتقد انه وزير الشباب التقاك وكرمك اعتقد امبارح او اول بالظبط، النهارده امبارح الصبح. جميل. والنادي الاهلي بيعد احتفاليه لتكريم يوم 9 ان شاء الله. ان شاء الله. وفي كلام تقريبا عن جائزه الابداع، اعتقد دي مقدمه من باسم محمد بن راشد ال مكتوم، دي هتقدم من خلال النادي الاهلي بالظبط. بالظبط، بالتوفيق ان شاء الله. هو ان شاء الله بكره النهارده مع الوزير المهندس خالد عبد العزيز اتصل بيا، وبكره ان شاء الله في مقابله مع معالي دوله رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ان شاء الله بكره باذن الله لتكريم برضو البطل ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالحديث عن الكابتن مصطفى الجمل، كنت قريت ان هو حقق الرقم ده في اطار الاستعدادات قبل السفر، حقق 81 متر 29 سنتي. الرقم ده يعني متخطي رقم صاحب الذهبية في دورة لندن اللي كان حقق 80 متر 59 سنتي، ومتخطي صاحب الذهبية في بطولة عالم بكين ديت اللي لسه خالصة برضو. هو ان شاء الله وده افضل رقم لكابتن مصطفى، وهو حاليا رقمه اللي رماه برضو السنة دي 79-80. الرقم دوت يخليه مصنف تاني احسن رقم في العالم السنة دي، ولكن هو للأسف زي ما قلت حياتك الإصابة عودته تاني، وإحنا في المعسكر في بكين قبل انطلاق البطولة هو راح معسكر قبل البطولة. البطولة بدأت يوم 20، للأسف هو كان في معسكر من يوم 2 هناك، من يوم 2-8 في نهاية المعسكر هو حصلت الإصابة، عودته الإصابة تاني بتاعت الركبة، وزي ما قلت حياتك هو كان المفروض ما يلعبش خالص، ولكن هو تحمل على نفسه، وأنا بقول إن مصطفى يعتبر بطل راخر لأنه قدر يرمي. طب لو ما كانش لاعب يا دكتور وليد كان ممكن يبقى أفضل صحيا ليه إن هو تأهيله طبعًا. كان ممكن يبقى أفضل طبعا إن هو ما يعملش الرقم دوت، لأنه هل هو مؤهل برضه لا هو مؤهل للأولمبياد. هو مؤهل للأولمبياد الرقم ده، من هل السنة الجاية ممكن الأمور تتغير يعني؟ لا يعني هل الفترة المتبقية لدورة ريو دي جانيرو تسمح للبطل مصطفى الجمل ان هو يلحق يتعالج؟ لا لا يلحق، هو
مش قوي قوي يعني. هو وطبعا نتمنى له الصحه. تاخد لا هي تاخد حوالي ما بين شهر وشهر ونص التاهيل بتاعه، مش فتره طويله، وان شاء الله هيبقى جاهز قبل ريو فتره كبيره، وهيمشي في فتره الاعداد بتاعته عادي جدا ان شاء الله. يعني انا بطمن الناس برضو الاصابه بتاعته مش صعبه يعني ومش قويه. نعم. وحسن عبد الجواد رخر راجع بقوه، وده منافس جدا لمصطفى، هما الاثنين بينافسوا بعض ما بين اول وثاني، ده مره اول وده مره اول. وان شاء الله يعني احنا بيبقى عندنا اثنين ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه في النهائي في ريو، والاثنين باذن الله هيكونوا يعني منافسين اقوياء على الثلاث ميداليات، ومعاهم الكابتن ايهاب ان شاء الله في الثلاثة. احنا الاتحاد ومجلس ادارة الاتحاد مركز تماما مع الثلاث لعيبة دول، ان احنا باذن الله هيبقى شكلنا مميز فيهم في الريو باذن الله، بجانب ان في لعيبة تانية هتتأهل. يعني في محمد مجدي في الجولة هيتأهل ان شاء الله، في مصطفى عمرو في الجولة هيتأهل ان شاء الله، في انس بشر في 400 متر ان شاء الله يتأهل برضو. يعني عندنا في حوالي ما بين 6 و7 لعيبة هيتأهلوا الأولمبياد، ولكن في 3 هيكونوا منافسين على الميداليات ان شاء الله. ان شاء الله. برضو دي مناسبة حضرتك تدينا فكرة عن ايه المقصود بألعاب القوى، لانه احيانا بيحصل خلط مع العاب اخرى، ولانه برضو تاريخ مصر اعتقد في المشاركات الاولمبيه وفي الحصول على يعني ميداليات حتى من سنوات يعني طويله كان قائم برضو، لكن حضرتك تفكرنا بألعاب القوى الاولمبيه ايه هي؟ لا هو بالاضافه للرمح والجله. انا هقول لحضرتك، هو المشكله اللي احنا الاعلام في مصر مش مركز على كره القدم غير في الفتره دي حاليا، بدا طبعا بعد انجاز الكابتن ايهاب بدا يبص للالعاب القوى ويديها وضعها. ولكن انا عايز اقول ده انا يعني من وجهه نظري ان الاعلام هو مسبب في الموضوع دوت، لان الاعلام مركز على الكره فقط. وانا قريت مؤخرا كل النقاد الرياضيين الكبار يعني قالوا ان ايهاب عبد الرحمن حط العاب القوى في وضعها الصحيح، واحنا كلنا بنشكر الكابتن ايهاب والكابتن مصطفى ان احنا الناس فهمت. قوي كنت بقول العاب قوى لحد في الشارع يفتكر حديد وكلام من ده. نعم. فطبعا العاب القوى لعبه هي ام الالعاب، والعاب القوى فيها المسابقات الجري من اول 100 متر لحد ال 10000، كل مسابقات العدو والضحيه والمشي والماراثون، وفيها مسابقات الوزب اللي هي الوزب العالي والوزب الطويل والثلاثي والقفز بالزانه، ومسابقات الرمي اللي هي الجله والقرص والمطرقه والرمح. وكل الالعاب دي موجوده عندنا؟ كل الالعاب دي موجوده طبعا عندنا، واحنا عندنا في لعيبه طالعه في مراحل ناشئين مهمين جدا. في مثلا زي ما قلت لك محمد مجدي ده طالع لسه، مصطفى عمرو لسه طالع، في شهاب عبد العزيز في الجله طالع، في ولد في نادي مدينه نصر اسمه هشام عبد الحميد في الوزب طالع، في لعيبه كتير انا مش عايز انسى حد، بس في يعني احنا ماشيين دلوقتي في الوزب وفي العدو وفي الرمي طالعين. فان شاء الله اللي جاي. في حاجه غير الالعاب اللي حضرتك قلتها؟ لا هو ده تقريبا ده الشكل العام. طبعا الملاكمه والمصارعه ورفع الاصوات دي اتحادات مختلفه بقى. العاب اخرى. طب كابتن ايهاب اسمح لي، يعني انا تابعت الارقام اللي حققتها فلقيت ان في 2014 حققت 89 متر و21 سنتي في شنغهاي في الصين. تمام. 2014 برضو في بطولة أفريقيا بمراكش بالمغرب حققت 83.59. تمام. طب إيه الفرق، الفجوة اللي ما بين الأرقام دي بتتحقق على أساس إيه؟ ويعني الحمد لله في يعني نقدر نقول في تقدم مضطرد، لكن ليه 83 وليه 89 في نفس السنة؟ تمام. هيك احنا عندنا بنتمرن طول السنة عشان خاطر بنلعب، بنفكر في ماتش واحد بس في السنة نحن نرمي فيه نبقى في أعلى قمة الفورم عندنا. فانا كان الماتش بالنسبه لي هو الماتش بتاع شنغهاي، وكان في ماتش تاني قمه تانيه كان موجوده في كاس العالم. انا اللي كان يهمني ان انا اتاهل لكاس العالم، ما يهمنيش ان انا اكسب بطوله افريقيا، عشان عندنا في بطوله افريقيا اول اثنين بيتاهلوا لكاس العالم. فانا الحمد لله طلعت القمه بتاعتي الاساسيه في شنغهاي ورميت 89.21، كان فاضل القمه التانيه اللي هي في كاس العالم ان انا اكسب كاس العالم. فانا مرنت ان هو بحيث ان انا اتاهل بس، فكان التاهيل 83 كفايه ان انا اتاهل انها بطوله كاس العالم. فالحمد لله ربنا كرمني وتأهلت. بعد كده رحت لعبت كاس العالم في 2014 عملت اول برضو. فدي كانت هي دي الخطه بتاعتنا السنه اللي فاتت. السنه دي برضو احنا كنا بنتمرن طول السنه عشان بطوله العالم. لعبت كذا مره ماتش بطولات تعتبر زي احتكاك لتأهيل للبطوله دي، وكمتي في بطوله العالم. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرت ان انا فعلا كمتي تطلع برضو في بطوله العالم، وقدرت اعمل اوصل الهدف بتاعي واعمل حاجه كويسه. طب كابتن ايهاب، يعني الفرق بينك وبين اللي حقق المركز الاول حضرتك قلت 3 متر. ده بالنسبه لك صعب انجازه؟ يعني صعب تحقيقه في البطوله القادمه مثلا؟ والله حقيقة هو مش صعب ومش سهل، هو محتاج ان هو تمرين اكتر، تركيز اكتر،
ان شاء الله السنه الجايه هيبقى في ان شاء الله الكلام ده التركيز الاكتر، التمرين اكتر واكتر. كل سنه بيختلف التمرين عن السنه اللي قبلها. السنه دي كان في شويه اصابات كتير حصلت لي في الاول هي اللي خلت مستواي وقع شويه، بس الحمد لله قدرنا في الاخر نقدر ان احنا نستعيد مستوى القديم ان انا اقدر ارمي 89 تاني. فان شاء الله السنه الجايه ربنا يكرم، بس يبقى الرقم ده مره ثانيه وثالثه ان شاء الله. ربنا يكرم بس نبعد عن الاصابات يعني، ان شاء الله نرمي احسن منه بكتير جدا ان شاء الله باذن الله. لكن هو التكنيك اللي هو رمى بيه الرمح كان يمكن غريب شويه بالنسبه لنا احنا كمتابعين يعني. لا والله هو نفس التكنيك، بس هو بس قوي بالزياده عن اللزوم شويه. لا القفز اثناء الرميه يعني كان شكلها يمكن استعراضي اكتر منه. لا هو بيبقى مختلف تكنيك عن تكنيك، هو كل واحد ليه شكل مختلف، كلنا ما فيش حد فينا شبه التاني، بس هي بتختلف من القوه، ده اقوى ده اقوى ده اقوى. هو ما شاء الله يعني اللي هو في الحديد الحاجات دي هو اقوى مني بكتير، فاحنا بنحاول قد ما احنا قادرين ان احنا نوصل ان احنا بالقوه دي ان شاء الله وتتفوق عليه باذن الله. ان شاء الله ربنا يسهل. كابتن ايهاب ضروري اعرف عن حضرتك حاجه قبل ما نرجع لدكتور وليد، حياتك فقط رياضي ولا في عمل اخر جنب الرياضه؟ ويا ريت يكون العمل دوت بيخدم الرياضه ما يكونش بياثر عليها وبياخد منها. لا والله هو الرياضه بس. طب كويس، مفيش حاجه، ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. هو مش كويس قوي، هو مش من حقك يبقى في عمل عمليا، لكن بالظبط هو طبعا حياته كلها تفرغ الرياضه ده يكون في صالحها، هو في صالح الرياضه ولكن في صالح مستقبله ان احنا بنتكلم. نتمنى له كل توفيق طبعا. هو المفترض على مستوى العالم بيتم ايه يعني بالنسبه للاعب المحترف زي كابتن ايهاب؟ بيبقى ليه وظيفه وبيمارسها، ولا هو وظيفته ان هو لاعب ولكن الدوله بتضمن ليه بعد انتهاء فتره اللعب بتاعه واعتزاله؟ هو ده دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان الدوله يعني يبقى في توفير عمل بحيث هو يريحه نفسيا، سواء من رجال الاعمال او ده صحيح. يعني بتوفيق عمل للبطل دوت بحيث انت تريحه نفسيا قبل الاولمبياد، لان هو يعني مش مستقبله كله مش هيبقى في رياضه، هو بيتكلم معايا كتير طبعا وقلقان على مستقبله ان شاء الله يكون في تامين لمستقبله بافضل صوره ممكنه. بالظبط. مشاركات مصر القريبه المقبله في مجال العاب القوى، يعني في بطوله اعتقد افريقيه مصر هتشارك فيها قريب. هو بالظبط احنا بالنسبه لمسابقات العاب القوى اخر حاجه بيبقى الختام فيها اللي هو بطوله عالم للكبار اللي خلصت اللي هي في بكين. طبعا اتحصل بطولات عربيه وبطولات افريقيه وعالم ناشئين. الختام بتاع الموسم دوت كان هو بطوله عالم للكبار اللي هو في بكين اللي هي لسه خالصه. بعد كده في دوره الالعاب الافريقيه دي اللي هتبدا دلوقتي، دي طبعا اللجنه الاولمبيه تبقى هي المسؤوله عنها. احنا في مصر مشاركين في اللجنه الاولمبيه بحوالي 10 لاعبين ولاعبات بينهم ان شاء الله هيروح ان شاء الله. هو وكابتن مصطفى جمل بنحاول ان هو يعني يروح يرمي رميه، لان ان شاء الله حتى لو رمي رميه وهو في وضعه دوت هياخد اول برضه ان شاء الله. فاحنا عشان خاطر نزود عدد ميداليات مصر ويبقى في الصداره كده ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله هيلعب باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق للاتحاد المصري لالعاب القوه برئاسه حضرتك دكتور وليد عطا والكابتن ايهاب عبد الرحمن من ابطال مصر. احنا بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم. بس كنت عايز في نهايه كلامي ان انا اوجه كل شكري للزمايلي في مجلس اداره الاتحاد ورؤساء المناطق والمدربين والحكام والاداريين اللي استقبلوا البطل في المطار استقبال انا شايف ان هو استقبال تاريخي ومحترم جدا، فوق ال 2000 فرد كانوا واقفين مستنيينه، ويعني انا بشكرهم جدا جدا. هو كان يستحق المصريين كلهم يقفوا. بالظبط. وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي برضو ان هو متابع معانا بشكل قوي جدا، المهندس محمود طاهر متابع معانا وبيحاولوا يذللوا عقبات لإيهاب، وان شاء الله في طريقهم ان هم يعدلوا له العقد بتاعه ان شاء الله بتاع ان شاء الله. كل التوفيق وبالتوفيق ان شاء الله. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه من برنامج من القاهره، على امل اللقاء، تصبحوا على خير. الى اللقاء.